هذا هو المكان الذي شهد قبل أيام قليلة فقط اشتباكات مسلحة بين قوات مؤيدة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وأخرى تناصر رئيس حكومة الاستقرار المكلفة من البرلمان فتحي بشاغة، حيث يعد هذا المكان هو الخط الفاصل بين هذه التشكيلات. ولكن اليوم لا وجود لحرب، إنما افتتاح لناد للتزلج، مما يعكس حالة من التناقض التي يعيشها الشارع الطرابلسي بين التهديد المستمر بانفجار الأوضاع والتطلع إلى حياة السلام. كل ما ارتفع الرصاص حيرتفع صوتنا المدنيين، وحنطلعوا للساحات وحنمسكوا بالحياة. ومن المفارقات في العاصمة أن المكان الذي شهد سيناريو اندلاع الحرب قبل أيام يشهد اليوم غناء للفرق الشعبية. أما هنا بمنطقة غوت الشعال ببلدية حي الأندلس التي شهدت خلال الأيام الماضية استعراضاً عسكرياً واستنفاراً أمني من التشكيلات المسلحة، نجد هؤلاء الشباب يمارسون حياتهم بشكل عادي، رغم أن أحد أكبر المعسكرات لا يبعد عنهم سوى كيلومتر واحد. عودنا طبعاً على الحياة حتى في حرب، وضروري الحياة تستمر. عينا وتعبنا وفي اللي خسروا ناس والنزوح، وهذا كله يعني إن شاء الله يبدأ من الماضي. من يتجول في مدينة طرابلس لا يمكنه أن يغفل الانتشار العسكري والتشديد الأمني، لكن لا يمكن ألا تستوقفه أيضا إرادة سكان العاصمة وإصرارهم على مزاولة أعمالهم وأنشطتهم بإقبال وأمل. في حرب داخلية نفسية من داخل، خايف على نفسه، خايف على رزقه، خايف على صغاره. هذه الجماهير التي تجمعت بميدان الشهداء رمز سيطرة الحكومات على طرابلس لمتابعة نهائي دور أبطال أوروبا بكل شغف، تكشف تعايش سكان المدينة مع الأخطار المحدقة بهم وممارستهم لحياتهم الطبيعية متى وجدوا إلى ذلك سبيلا. منير الأشهب، طرابلس، الحدث.